شركة اوبر لما قررت تعمل المنتج بتاعها نزلت سألت الناس سؤال، ايه هي المشاكل اللي بتقابلكم لما بتيجي تطلبوا تاكسي؟ كانت اجابات الناس دي ان في سواقين بيرفضوا يروحوا مشاوير معينة، وفي سواقين تانيين بيلعبوا في التسعيرة، وفي سواقين بياخدوا طرق اطول او بيمشوا في طرق اطول عشان ياخدوا فلوس اكتر. كان من ضمن المشاكل اللي هتقابل الناس دي الوقت اللي هياخدوه عشان يوصلوا للنقطة اللي عايزين يوصلوا لها. كان في ناس بتمشي كتير عشان تقدر توصل لاقرب مكان هيلاقوا فيها التاكسي او وسيلة المواصلات اللي عايزين يستخدموها، وكان في ناس تانية عندها مشاكل في الدفع زي ان هي عايز تدفع بالفيزا او تدفع بالكريدت كارد او عايز تدفع باي وسيله دفع ممكنه. فاوبر قررت تحل مشاكل الناس دي في المنتج بتاعها وهي بتقدمه. لو عايز تعرف ازاي اوبر استخدمت منهجيه الهيومن سنتر ديزاين في المنتج بتاعها خليك مع اخر الحلقه. الهيومن سنتر ديزاين هو انك تخلي الانسان هو محورك الاساسي في كل حاجه بتعملها في تصميمك، بمعنى ان الهيومن سنتر ديزاين هو منهجيه او طريقه تفكير انت بتتبعها عشان تقدر توصل بالمنتج بتاعك لافضل تجربه مستخدم وتخليه انجح من اي منتج تاني. فانت عشان تستخدم المنهجيه دي انت محتاج تفهم كويس جدا مين هم مستخدمينك وايه هي سلوكياتهم وازاي تتعاطف معاهم وازاي تتعاطف مع المشاكل اللي بتقابلهم وازاي تقدر تحللهم مشاكلهم، وده طبعا بيكون عن طريق الاختبارات اللي بتعملها معاهم. في اسئله دايما انت محتاج تخليها قدامك وانت بتستخدم المنهجيه دي. ايه هي الاسئله دي؟ ايه هي المشاكل اللي بتقابل المستخدمين لما بيستخدموا المنتج بتاعك؟ ليه الناس دي محتاجه تستخدم المنتج بتاعك؟ ازاي اقدر اخلي المنتج بتاعي سهل واي مستخدم يقدر يستخدمه بكل سهوله؟ المبادئ اللي بتستخدمها عشان تقدر تطبق منهجيه الهيومن سنتر ديزاين انك دايما تكون قادر تركز على المستخدمين بتوعك، تاني حاجه تقدر تحل لهم كل مشاكلهم، ثالث حاجه انك تبتدي تعمل تجربه على المستخدمين دول وتشوف هل انت فعلا حلت لهم مشاكلهم دي او لا. في المنهجيه دي انت لازم تركز على مجموعه من الناس، ما ينفعش تركز على شخص واحد بس او اتنين بس، يعني ما بتعملش اختبار مع شخص واحد بس، انت لازم تسأل ناس كتير، لازم تعرف المشاكل اللي بتقابل مجموعات من الناس. ليه؟ لان الناس معقدة، شخص واحد مش هيفيدك، انت محتاج تعمل التجارب بتاعتك مع اكتر من شخص عشان تقدر تعرف فعلا ايه هي المشاكل اللي بتقابل ناس كتير وازاي تقدر تحلها وايه الحل السهل بالنسبة لهم. احنا عندنا 3 خطوات بنقوم بيهم عشان نقدر ننفذ منهجية الهيومن سنتر ديزاين. اول حاجة هي الريسيرش، انك تعمل ابحاث للمستخدمين. الابحاث دي انت بتبتدي تتعرف فيها على كل مشاكلهم وبتبتدي تتعرف على اليوزر وتفهم اكتر ايه هي المشاكل اللي فعلا بتقابله مش المشاكل اللي انت بتتوقعها. تاني حاجه انت بتعملها هي الاندرستاند، انك تفهم، لازم تفهم كويس جدا المشاكل دي وتقدر تحللها وتقدر تقيمها كويس جدا عشان تقدر تلاقي لها حلول بطريقه سهله. تالت حاجه انت بتبتدي تعملها هي الامبلمنتيشن، تعمل نموذج اولي. النموذج الاولي ده بتقدر تجربه مع اكتر من شخص عشان تقدر تتاكد انت فعلا حليت مشكلتك ولا لا. بعد كده انت بتبتدي تعمل عمليه تكراريه، بتبتدي تكرر نفس الخطوات مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل بالمنتج بتاعك لافضل تجربه، لحد ما توصل بالمنتج بتاعك لانك تتاكد كويس جدا ان انت حليت المشاكل اللي موجوده فيه او لبيت رغبات المستخدمين بتوعك، لان انت المحور الاساسي بتاعك هو المستخدم او هو اليوزر او هو الانسان. خليك دايما فاكر ان اول حاجه هتركز عليها هي المستخدمين، تاني حاجه هتعرف ايه مشاكلهم ولازم تعرف ايه هي احتياجاتهم، لازم تحس بالمشاكل بتاعتهم، لازم يبقى في عندك تعاطف مع مشاكلهم كويس جدا. فكر دايما في الاسئله اللي المفروض تسالها لنفسك وانت بتستخدم المنهجيه دي عشان تقدر توصل وتحل المنتج بشكل كويس جدا، ودايما خليك فاكر الخطوات اللي المفروض تتبعها في منهجيتك دي عشان تقدر تحل مشاكل المستخدمين دول، لان ان انت هدفك الاساسي انك تلبي احتياجات المستخدمين دول، والمستخدمين دول او الاشخاص دول هم هدفك الاساسي. وبس كده، لو عايز تعرف اكتر عن منهجيات اليوزر اكسبيرينس ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك لو عجبك الفيديو. سلام.